السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم رسلان. اليوم جيتكم فيديو جديد وخاص للمرأة العاملة وحتى للمرأة الحامل، لمالا بعض التجهيزات المسبقة اللي تسهل عليك العمل وتسهل عليك الخدمة، خصوصا المرأة العاملة يكون وقتها محدود وضيق. هنا عندنا المنهج شفتها الكسرة، كما تعرفوا الكسرة تقريبا هي وخبز الدار، وهي تقريبا يوميا في رمضان الكريم. هنا درت شوية تاع الجال متعدد الاستعمالات، رنخت فيه هذوك المناشف، خليتهم مدة، من بعد وليت لهم عصرتهم ودرت كمية قليلة من الماء، فيها نقطة تاع الجافان ونقطة تاع ايزيس، وجريتهم يعني وساعدت هذاك الجر بشوية تاع صابون الحجرة، جريتهم اغسلتهم ونشرتهم نحيتهم أطار باش منا للمغرب يكونوا شاحوا ونطيبوا في منشفة نظيفة. هنايا عندنا الحميص، انا عندي كمية لبس بها من الفلفل والطماطم، وقلت علاش ما نديرهمش حميص ونكونجليهم اختصارا للوقت. كما راكم تشوفوا لهنا شويت، يعني كل واحدة تدير على طريقتها وش تحب. اكيد درت ساشي قدامي، هاكم تشوفوا في الثوم الفلفل والطماطم شويين، درت ساشي قدامي باش نطيش فيها هذوك القشور والبذور تاع الفلفل. هنا انا درت غير فلفل حار كيما راكم تشوفوا، اللي تحب الحميص تاعها ما تحبوش حار دير الفلفل الحلو. نحاول اني نحي كامل القشور بلا ما ديري الماء، اذا درتي الماء راح يعني الطعم تاع الحميص تاعك حيزيد وما يوليش حميص، يعني تروح البنه هذيك تاع الحميص. نحاول ننقيه مليح الفلفل تاعي، من بعد نجيب الثوم نرابيه كما راكم تشوفوا، يعني الثوم اللي كنت شويته راح نرابيه ونزيد نرابي الطماطم. انا الطماطم هنا نحب نرابيها لخاطر ما نحبش القطع تاع الطماطم، سواء يعني تاع الحميص او المقليه ما نحبهاش تكون قطع كبيره. راح نرابيها، اذا ما حبيتيش ترابيها وما حبيتيش تقصيها، اذا عندك يعني رحايه يعني يدويه ولا كهربائيه تقدري ديري فيها ويجيك الحميص تاعك مليح، تقريبا راح يجي مشابه للحميص تاع العراس. نرابي طماطم، كي نكمل نرابي طماطم ننتقل للفلفل. نرابي طماطم، كي نكمل نرابي طماطم ننتقل للفلفل. انا هنا نحب الحميص تاعي يكون حار بزاف، زبيه ثاني يكون ما يكونش حميص حار ما ياكلوش، على بها ما درتش الفلفل الحلو. كما قلت لكم كل وحده والذوق تاعها. ننتقل الفلفل نقصو، نحب الفلفل تاعي يكون رقيق ما نحبوش خشين. هنا راني غير نحضر فيه بلا ما نطيبو، يعني راح نقص وندير كلش بلا ما نطيبو، من جهه نكون محضره ديجا الميكوات امامي. كما عتدتو عليا دائما كي نحب نكونج دي حاجه هكا نديرها في لي ساشي ونديرها بالميكوات، وكانه اداه تلحيم في البيت. راح نمزج كلش مع بعضه بلا ما ندير لي زيبيس بلا ما ندير والو، ونبدا يعني ندير الاكياس تاعي القيس اللي نبغيه انا، نكون محضره قدامي بورت مونجي يعني باش غير نبدا نغلق الاكياس بالميكوات. راح نطوي هكا الكيس ونحط فوقو قطعه من الورق الالومنيوم ونفوت بالميكوات كما راكم تشوفوا، راح تغلق لي ونحطها في البورت مونجي باش تحكم الشكل، يعني غير تتكونجلا مليح نحيهم البورت مونجي ويعودوا لي هكاك شغل بلاكات فوق بعضهم. كي نحب نجبد غير بالكيس يجيني ساهل، هاليك شوفوا. راح نكمل الاكياس الباقيه ومباشره نحطها في المجمد، كما قلت لكم غير يجمدوا لي راح نحي هذيك بورت مونجي باش ما تحكمليش يعني لي سباس في المجمد. من بعد ما نكمل الحميص ونكونجليه راح ننتقل للحوم، اللحوم الحمراء والبيضاء. انا هنا راني نخدم في خدمه تاع قيس اسبوعين، كي يخلص لي الشيء اللي راني مجداتو نشري. راح اللحوم نبدا نغسل تاع اللحم، من بعد ننتقل للدجاج. الدجاج نحيلو الريش قبل ما نشوطو. هنا الزوج تاعي جاب لي غير لي كويس، قال لي احسن من دجاجه كومبلي، وانا صراحه نحب دجاجه كومبلي
لانه تنحي منها هذيك الرقبه والظهر وجنحتين، تبني بهم والكركاس تبني بهم في الصوص البيضاء. بعد ما شوطهم راح نحي قطع زائده هذوك باش نبنن بهم المرق الابيض، وندير الدجاج الملح والخل نعمر عليهم الماء نخليهم مده زائدة. نحي قطع زائده هذوك باش نبنن بهم المرق الابيض، وندير الدجاج الملح والخل نعمر عليهم الماء نخليهم مده زمنيه باش نحي هذيك الزفاره ونغسلهم نصفيهم. من بعد نبدا نقسم اللحم كيما نبغي ونحطه في المجمد. راح ننتقل للبيطراف اللي هو الشمندر او الباربا كما يقولوا لها اخواننا المغاربه. نغسل مليح هذاك البيطراف تاعي، هنا قعدت نمشي ونسيت لاكام تمشي. درت هنا قدره سبيسيال باش ما نفزتش خطره، درتها في الكوكوطه فزدت لي كوكو تاعي، درت لها قدره سبيسيال ونحطها على النار مع شويه ملح شويه خل ونخليها طيب هكا باش كل ما نحب نطيب نحتاج نلقاها واجده بلا ما نديرها في لاصوص وتكون طايبه. راح ننتقل للخضر الورقيه. انا سبق لي درت لكم تدبيره انك ديريها في بورتمونجي وديري الورق الماس، وكل مره تودلي الورق الماس. هكا لقيت بلي راني نكونسومي بزاف الورق الماس، يعني طريقه مليحه مجربتها ومن بعد عجبتني هذه الطريقه اللي راني معتمدتها عندي شحال. ديري في الكيس وديري معها ملعقه تاع حديد ولا شوكه كما راكم تشوفوا، صدقوني راح تبقى على حالها من اسبوعين، يعني اقل مهله اسبوعين راح تبقى على حالها، يعني اني مجربتها. وكي تبدا تفزد لك يعني ما تعفنكش، تبدا تصفر الورقه، تبدا تصفر لك الورقه، قادره تحكم لك حتى لثلاث اسابيع. هنا كما راكم تشوفوا عندي كرافس دبشه ومعدنوس، كما قلت لكم دائما قيس اسبوعين باش ما نضلش كم تعرفوا الازواج تاعنا ما يحبوش كلمه اشري وجيب وكل يوم هاي نقصت هذيك ونقصت هذيك. الواحد يوفر على روحه الجهد ويوفر على روحه يعني المصاريف تاع ماشي كل يوم تشري وتفزدي. هكا تحتفظي باوراق بخضر الورقيه تاعك بلا تبذير. بالنسبه للخضر انا يا ما شريتش الخضر اللي ما فاني نشريها في الفطار كما نقولوا في الايام العاديه، شريت غير واش نحتاج في رمضان وكي نتخص نشري. عندي هنا هذا الخضر الخاصه بالسلطه وسلطه الارز، يعني حوايج قليله برك، راح نحطهم حتى هما في سله نحطهم في الثلاجه. وننتقل للزيتون، زيتون اسود وزيت صدقوني راح تبقى على حالها من اسبوعين، يعني اقل مهله اسبوعين راح تبقى على حالها، يعني اني مجربتها. وكي تبدا تفزد لك يعني ما تعفنكش، تبدا تصفر الورقه، تبدا تصفر لك الورقه، قادره تحكم لك حتى لثلاث اسابيع. هنا كما راكم تشوفوا عندي كرافس دبشه ومعدنوس، كما قلت لكم دائما قيس اسبوعين باش ما نضلش كم تعرفوا الازواج تاعنا ما يحبوش كلمه اشري وجيب وكل يوم هاي نقصت هذيك ونقصت هذيك. الواحد يوفر على روحه الجهد ويوفر على روحه يعني المصاريف تاع ماشي كل يوم تشري وتفزدي. هكا تحتفظي باوراق بخضر الورقيه تاعك بلا تبذير. بالنسبه للخضر انا يا ما شريتش الخضر اللي ما فاني نشريها في الفطار كما نقولوا في الايام العاديه، شريت غير واش نحتاج في رمضان وكي نتخص نشري. عندي هنا هذا الخضر الخاصه بالسلطه وسلطه الارز، يعني حوايج قليله برك، راح نحطهم حتى هما في سله نحطهم في الثلاجه. وننتقل للزيتون، زيتون اسود وزيتون اخضر. عندي هاد العلبه الخاصه بورتمونجي الخاصه بهم، يعني شريتها سبيسيال الزيتون الاخضر والزيتون الاسود مقسومين. هنا ما غسلتوش باش نحاول يعني ما نغسلوش بهم يزدليش، راح نخليهم واللي يبقاو لي في ليساجي هما اللي نبدا نخدم بهم. من بعد ننتقل للطون، بزاف اللي يقول لك الطون انا كي نحل العلبه تفزد لي نحل العلبه تفزد لي. انا صراحه كيما درك تشوفوا انا كي نحل العلبه نحطها ديريكت في علبه يعني بورتمونجي نعمرها ونغلق عليها ونحطها في الثلاجه، يعني تحكم لي مده شهر
والله مدة شهر ما تفزد ليش، وكل ما نحتاج ندير بمغرف نظيفة، من الأحسن تكون تاع بلاستيك يعني هكا سيليكون ولا خشب، ما تفزدش. هذه هي هذا هو الفيديو.